امبارح كمان توفى فنان رائع جميل حلو زي اسمه، الأستاذ أحمد حلاوة الله يرحمه. أستاذ أحمد حلاوة توفى امبارح عن عمر تقريبا 73 سنة، صارع المرض وظل يضحك حتى آخر اللحظات، يعني آخر تصريحاته كانت حتى ممتلئة دائما بالضحك وباللطف وبخفة الدم. أستاذ أحمد حلاوة كل اللي عرفه كان يحبه، كل اللي عرفه كان يشكر في أخلاقه وفي طريقته وفي أسلوبه وفي حبه لمهنته وحبه للعمل الفني، مسيرته الفنية والأكاديمية الرائعة والعظيمة اللي يقدم من خلالها كل الأدوار اللي ممكن تشوف فيها فنان تشوفها يجسدها أحمد حلاوة رحمة الله عليه، مع حفظ اللقب وحفظ التقدير وحفظ التاريخ. بكالوريوس الهندسة اللي خده سنة 69 ما أثنهوش عن أنه يكمل في مسيرته الفنية، خد دبلوم معهد ليوناردو دافينشي للفنون الجميلة، بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية طبعا من أكاديمية الفنون بالقاهرة سنة 73. لم يتوقف أحمد حلاوة أبدا عن العطاء الله يرحمه. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور أشرف زكي. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. البقيه في حياتك يا دكتور مش عارف اقول لك ايه في ظرف زي ده، بيبقى المساله صعبه جدا والواحد ما يبقاش عارف يعزي نفسه ولا يعزيكم. والله الحمد لله على كل شيء، يعني احنا كل شويه والله بنفقد قيمه كبيره، واخرها امبارح يعني استاذنا الجليل دكتور احمد حلاوه، يعني رجل مسرح من الطراز الاول. صحيح. يعني انا يمكن من وانا طالب في المعهد كنا بنروح مسرح الطليعه لاستاذنا سمير العصفوري عشان نتفرج على نجوم مسرح الطليعه، فنجد مثلا مسرحيه افكرك بيها زي العسل عسل طبعا البصل. فنقعد يعني مبهورين امام موهبه فذة وهي احمد حلاوه. ظل ارتباطه بالمسرح المصري والحكومي تحديدا ارتباط وثيق جدا جدا جدا، كان عاشقا للمسرح رغم كل النجوميه اللي حققها في التلفزيون او في السينما او في الاذاعه، لكن يظل دكتور احمد حلاوه رجل مسرح من الطراز الاول، محب للجميع. ما اعتقدش ان في حد مره زعل منه. زي ما حضرتك قلت، الضحك هو جواز مروره عند الاخرين. الله يرحمه الله يرحمه يا دكتور أشرف. وجبت التعزية ووجب دايما أنه إحنا يعني نخلي الناس دائما تترحم على هذا الرجل المحترم دكتور أحمد حلاوة. وبنشكرك مرة تانية يا دكتور أشرف على دائما يعني استجابتك لينا في برنامج التاسعة، عمرك ما رفضتلنا تليفون. ربنا يخليك، شرف. أشكرك يا دكتور، شرف لينا يا دكتور أشرف. كل الشكر دكتور أشرف زكي.